وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا أيضا بالموافقة على إعادة تخصيص 6100 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 من مايو. وأضاف وزير الإسكان أن حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 من مايو وحلوان الذين كان مقرر تحويلهم لمدينة 6 أكتوبر سيحصلون على وحدات سكنية في التوسع العمراني للمدينة.